احنا ليه بندرس كيمستري؟ لان احنا محتاجين نفهم العالم بصورة افضل. العالم ده اتعمل من ايه وبيشتغل ازاي. الحاجة التانية ان علم الكيمياء اتصنف ان هو واحد من العلوم المركزية، معظم العلوم الاخرى بتتقاطع وبتعتمد عليه. علم الكيمياء ببساطة هو علم دراسة كل شيء. احنا بنتعامل يوميا مع الاف المنتجات او المركبات كونت نتيجة تفاعلات كيميائية. زي ايه؟ زي الاكسجين اللي بنتنفسه وبنخرج ثاني اكسيد الكربون، زي البار بتاع الشوكولاتة، المادة الكاكاو دي ليها رمز كيميائي، زي السكر اللي بنحطه كل يوم على الكوفي بتاعنا، السكر ده مركب كيميائي ليه تركيب ثابت. ابسط حاجة المية اللي بنشربها معمولة من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، البوتلز اللي بنحط فيها المية معمولة من نوع معين من انواع البوليمرز، الادوية والمنظفات والبنزين اللي بنحطه في العربية والملابس اللي بنلبسها، كل هذه الاشياء نتجت نتيجة تفاعلات كيميائية.